الاسانسير للشقه الاولى وفي طبعا كاميرا دلوقتي شقتنا. شايفين ما شاء الله صف أول على البحر. الصالة ما شاء الله كبيرة. المطبخ وشايفين الثلاجة حديثة جدا. قلب اليوميوم قلب شايفين يا جماعة ما شاء الله ده المطبخ واسع. حتى البلكونة الكبيرة دي تقعدوا فيها وانتوا قاعدين ما شاء الله قدام البحر. الشقة صف أول على البحر على طول في بكر كوي تاني أغلى مكان. واللي يحب يتمشى شايفين هناك في مارينا وبعد كده في مول كبير جدا وشايفين الحديقة. تتمشوا هناك صباحا وبالليل بتمشوا. شايفين يا جماعة بلكونة كبيرة ما شاء الله وده المطبخ الكبير. هنا شاب لرسة لكم شايفين يا جماعة السخونة والبرودة وكل حاجة على أحدث التكنولوجيا. القعدة هنا بالدنيا بحالها ما شاء الله. مكان آمن جدا جدا وراقي جدا منه كده للبحر على طول. دي الغرفة الأولى الغرفة الثانية. الغرفة الثانية بقى كبيرة أهي
من الحمام. الغرفة الثالثة في هنا الحمام الخاص بها، فيها الدش، فيها الحوض، شايفين كده منظر البحر ما شاء الله. دي الغرفة الثالثة. الغرفة الرابعة، الغرفة الرابعة برضه كبيرة، غرفة رابعة كبيرة وليها بلكونة، ودي السخان المدفأة يعني، شايفين ما شاء الله كبيرة قد الغرفة الرابعة. يعني عايز اقول لكم ثلاث غرف كبار وغرفه يعني زي ما انتم شايفين صغيره معلش، والصاله بقى الكبيره والمطبخ الكبير والبلكونه الكبيره. شوفوا حمام كان في غرفه النوم، هنا الحمام الثاني. طبعا دي الغرفه الثالثه، غرفتين ورا هنا كان في غرفة على اليمين على الشمال، واللي هناك ديت في دورة المياه بتاعتها الحمام بتاعتها، وده حمام تاني كده، حمامين نعد مع بعض. وعندكم ديت غرفة صغيرة مش مشكلة، يعني أربع غرف، شايفين المنظر ما شاء الله. شايفين الصالة كبيرة، صالة كبيرة من نقل البحر على طول. شايفين المطبخ، الصالة يا جماعة الصالة 50 متر، المطبخ يا جماعة اللي احنا شايفينه ده 30 متر ما شاء الله. السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. دلوقتي ما شاء الله فرصة حلوة جدا جدا، الشقة ديت أربع غرف وصالة كبيرة ومطبخ، الصالة 50 متر، المطبخ 30 متر، وشفتوا البلكونة ومنها صف أول على البحر في منطقة باكر كوي، تاني أغلى مكان في إسطنبول. المساحة 210 متر. السعر الشقة ديت 5,850,000 ليرة، صف أول على البحر. منكم هنا وريتكم من المطبخ على طول مارينا، وبعد مارينا على طول مول كبير تتسوقوا فيه الملابس والمطاعم 5 دقايق مشي، وكمان في ما شاء الله مول تاني جنبيه تمشوا من هنا لغاية المول التاني 10 دقايق، يعني من هنا للمول الأول 5 دقايق مشي، ومن هنا للمول الثاني 10 دقايق مشي. عايزين تروحوا بالسيارة، وعلى فكرة الحاجة الجميلة فعلا اللي بيقولوا الغالي منه فيه، هنا العربية الجراج عارفين ازاي؟ العربية بتدخلها بالأسانسير وبتقعد كده بالعربية، الأسانسير بينزل هنوريكم دلوقتي في الفيديو، يعني مش لازم تخشوا في الجراج وتلفوا يمين وشمال، لا السيارة ليها أسانسير خاص ما شاء الله، فتعتبر ديت من احلى الفرص. ودلوقتي وانا قاعد وانتوا قاعدين كده في الشقه، سواء في الصاله، سواء وانتوا كده بتعملوا الاكل كده
ما شاء الله وانتوا بتعملوا الاكل شايفين البحر وشايف السفينه كده بتعدي من قصادي. قدام الناحيه التانية الجزر، احنا في اسطنبول الاوروبيه، على شمالي هنا اسطنبول الاسيويه، المنطقه الاسيويه. فالواحد هنا انا بصور اهو، سامعين اي دوشه؟ مفيش اي دوشه، بالرغم ليا صف اول على البحر مفيش اي دوشه علشان قفلت الشبابيك. لكن تفتح بس الشباك وتقعد كده في البلكونه وتشرب عصير الليمون ومنك للبحر، متعه كبيره جدا جدا. وان شاء الله احنا هنكون معاك لغايه ما تستلم طابق الشقه ديت، ومش هياخد وقت كتير، انت بس محتاج 3 ايام بس في اسطنبول علشان تشتري الشقه ديت. تعرف ازاي اللي هيحصل؟ اول حاجه لما هتيجي ان شاء الله الشقه عجبتك، على طول نتصل بشركه التقييم اللي هي شركه تقييم خاصه تابعه للحكومه، بتيجي بتقيم الشقه، وبعد كده التقرير بتاع شركه التقييم يستغرق 24 ساعه فقط، وبعد كده تاني يوم على طول بنروح الطابو، تدفع فلوسك للراجل وتاخد الطابو. وطبعا احنا هنكون معاك ان شاء الله لغايه ما تستلم الطابو باذن الله. بحبكم جدا، ويا رب يحفظنا ويحفظكم جميعا من اي شر. شكرا جزيلا، واشوفكم قريب في تركيا باذن الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. ده الاسانسير بتاع السيارة، شايفين؟ شايفين ده الاسانسير يا جماعة بتاع السيارة. من الشارع الرئيسي بتركبوا الاسانسير بتاع السيارة، بيرجع وبتركنوا ما شاء الله سيارتكم. بقى نورمال اسانسير نرجع بناء اكشن. دايرة اكشن اسانسير نرجع. نرده وشايفين الاسانسير، تركبوا على طول من هنا اهو وتطلعوا للشقه بتاعتكم على طول. الشقه هنا في الدور الثاني يا جماعه، شايفين الدور الثاني فوقيها بس دوبلكس. على فكره الملك عنده الشقه اللي احنا صورناها لكم اللي هي ب 5,850,000 ليره، وفي شقه مش الدور الارضي لا اللي تحت الارضي بس بص على البحر برضو من ناحيه البحر ب 4,300,000 ليره. وشايفين يا جماعه الحراسه، ده الحارس هنا بتاع العماره، وده مدخل الجراج ما شاء الله، اسانسير للسياره، البناء اهو. وشايفين كاميرا على البنايه، البناء 3 ادوار فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقه في اسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقه في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحه على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائله الكريمه، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا نصيحة ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام
يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطاقة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطاقة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريك التركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريك التركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسا منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا، علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة.
والله يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا راح احكي تجربتي الشخصيه ويا مع الاستاذ علي الجمال من حيث الايجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكله انا واسرتي في كيفيه ايجاد سكن، وهاي مشكله عويصه عند كل سائحي حاب يجي الى تركيا وتحديدا الى اسطنبول. تعاملت مع كثير من اهل العقارات. اللي اريد اللي يميز علي الجمال برايي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهه اللي جت على ارض الواقع. هاي مساله. المساله المهمه الاخرى، الشخص لقيته الساعه 8 الصبح من اجيت من المطار، انطاني موعد ب 8 الصبح ولقيته ب 8 الصبح، وهذا يعني ميزه تحسب له لانه دقه بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي الجمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلمون. أنا أول مرة لي هنا في إسطنبول مع الأخ علي جمال إسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ لي. وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عملية. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك للسياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة.
السلام عليكم. السلام. وش يا دي؟ مشغول. أنا سوسن. إيه متشكر يا دي. وش يا دي وش؟ ابت لطفا. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوة بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعة، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي. وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو، ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة. وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي، كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.